السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في دار البنيات بنياتي وبناتي إخواتي في دار الحدا كاملين أصدقاء كاملين، نتمنى هذا النهار هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. وهذا النهار عندنا واحد الخبزة بالطوست بالدقيق صحي 100% في جميع الدقيق العادي، ما فيش كاع الفرينة العادية الفرينة البيضاء ما كايناش، كاين عندنا فيه شويه ديال الشعير شويه ديال القمح الكامل شويه ديال الفرينه ديال الدار العاديه اللي كنطحنوا في الدار ونعدوها على يدينا. يعني هذا الطوست فيه الدقيق كامل وصحه 100%. في هذه المرحله غادي ندوزو للمقادير. عندنا جوج معلقات زيت الزيتون، عندنا قبيصه ديال الملحه، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره الكيماويه. الخميره تبقى على حسب الجو، شفتات اذا كان الجو بارد غادي نزيد واحد شويه، اذا كان الجو سخون كما ديك العاده ديروا غير معلقه. عندنا الزرارع فاش غادي نقرصوه، عندنا الزريعه العاديه، وعندنا شويه ديال الشوفان غادي نزيدو عليه شويه دقيق تاع الزرع تاع الشعير. في هذه المرحله البنات غادي نزوزو الطريقه نديرو ديك الخمارة. غادي ندير دوك جوج معالق تاع زيت الزيتون، غادي نديرو واحد القبيصة ديال الملحة. دائما كنقول لكم ما تخلطوش الملحة مع الخميرة بهذا الشكل هذا. عندنا الخمارة والملحة وزيت الزيتون، صافي هادشي اللي كاين في العجين ديالو. عادي تخدم عادي بحال بحال اي عجين. وبغيت نديرو معاكم بالخميره العاديه الخميره البلديه اللي شربت معاكم داك النهار. وهاد المره ان شاء الله غادي نسييه نعجنو غير بالخميره البلديه، ما غاديش كندير فيها الخميره الكيماويه. بغيت نشارككم معكم هذا النهار، بغيت حتى نسيي نشوف النتيجه ديالو عاد نشارككم معكم. تعجن بهذا الشكل هذا مقاس مجاري، نعطيو شويه ديال الدقيق ماشي بزاف تنحسو به الطب ما بين يدياتنا. لا نحتمل شويه نص ساعه حتى نروح للساعة. من بعد ما اختمرنا تبارك الله واختمر فوتو هاد المرحلة باش نقطعو في المول ديالو. المول ديالو كنا درنا له دهنا له شوية ديال دقيق تاع الشعير لتحت، دهناه بالزبدة ودرنا له شوية دقيق تاع الشعير وخلطنا هاد الزرارع الشوفان وهاد الزريعه هادي. استعينوا بشويه ديال الزيت لاننا درنا شويه جاري على هاد الشكل هذا.
شحال ما كان عندكم المول عالي من الاحسن باش يجي يسد يسد يعني البلاص فين يختمر يزيد يطلع. استعملوا بشويه ديال الزيت الشكل هذا. في هذه المرحله غادي نخليه عاوتاني يزيد يدوب للمرحله الثانيه ديال التخمير ديالو. نزيدو له قطره تاع زيت الزيتون من الفوق، نزيدو له دوك الزرارع اللي بقى لنا. وهاد الزرار هذا يبقى الانسان اختياري، داكشي كاين اللي بغا يدير فيه الساندويتش، كاين اللي يدير فيه لداخل حبه حلاوه، عاوتاني حتى هكا تعطي واحد المذاق زوين لداخل، كتبقى دائما الاكل الصحي هو هذا. من بعد ما اختمرنا على هذا الشكل هذا، ها هو تبارك الله طالع، ها هو على هذا الشكل من اختمرنا على هذا الشكل ها طلع تبارك الله. السلام عليكم البنات، هذه المرحله غادي نفوتو نشارك معكم واحد لي بانكيك كيجيو اقتصاديين، بيضه وحده يخرج لنا 24 بانكيك كويكتات اقتصادي، وجدوا من وليداتكم من المدرسه ساهلين متناول الجميع. عندنا بيضه وحده المقادير ديالو، عندنا بيضه وحده كاس تاع الزيت، كاس حليب، كاس لا ربع ديال السنيده، صاشية ونص نتاع الخمارة الحمراء غير وحدة ونص، عندنا واحد الخمارة بيضة ديال أرزا، وعندنا جوج ونص نتاع الخمارة تاع عفوا نتاع الفرينة، جوج ونص جوج كيسان ونص تاع الغلبة نتاع الخمارة المغربلة. طيسو عندنا القوام ديالنا بهاد الشكل هذا، هاد الخليط ديالنا سبع على هاد الشكل، شويه فايت يعني على على الكيكات العاديين، شويه نديرو شويه قاسي. بهاد الشكل هذا في هاد المرحله غادي ندوزو نعمرو لي بانكيك ديالنا في المول ديالهم. هاد المرحلة غادي نعمرو لي بانكيك ديالنا، نديرو فهاد المول هادو، لي عندو هاد المول عندو، لي المهم عندو هاد المول ديال النص عندو شطار. نعمرو نخليو على واحد الشويفين ديالو الشيكولا ديالنا. منعمرهمش بزاف باش من ينتفخو لنا ما يفيضوناش. غادي نزيدو الشيكولا في الوسط، و غادي نزيدو عاوتاني واحد الكمية فوق من الشيكولا باش تجي الشيكولا ديالنا تجي في الوسط. غير
ديري شويه في الوسط، غادي نزيدو في القاع الثاني واحد شويه ديال الخليط باش تجي لنا في الوسط هاد الشيكولا. الا بغيتي كيدير يعني ديك الشيكولا يعني تكون قاصحه، يدير الشيكولا قاصحه. انا كنت نوفر هاد النوتيلا، بغيت ندير هاد النوتيلا. يعني جربوها البنات معايا هاد البانكيك، كيجيو اقتصاديا. بيضة وحدة تبارك الله غادي تخرج لنا 24 وحدة، اقتصادي 100%. شوية باش ما نبلعو هاد الشكلاط، نخليو دائما نخليو واحد الربع في هاد الكويرطات، نخليو فاش بينين نتفخو على خاطرهم بهاد الطريقة هادي. الانسان ما يشرب دوك السقايط نتاع الحانوت، دائما نروح جيب هذه جيب هذه. الانسان كيوزج لوليداتو في الدار تقام اقتصاديين، وتعرفي وليداتك شنو راهم ياكلوا، شي حاجه نقيه. حتى حنا الكبار ناكلوهم ماشي غير الوليدات. من بعد ما عمرناهم غادي ندخلوهم، هذا السر اللي بغيت نقول لكم، غادي ندخلوهم للثلاجه يرتاحوا واحد 20 دقيقه. شحال ما ارتاحوا في الثلاجه مزيان، بحيث يكون الفران سخون وهما باردين في الساعه تفرقعوا لنا. هذا هو السر اللي باغي نقول لكم البنات. هو من بعد ما طاب تبارك الله، شوف فرقه تبارك الله، جا فرقه النتيجه النهائيه ديالو. هذه هي سمو بالله البنات، الا هاد الوصفه اللي درت معكم هاد لي بانكيكات الصغيورين الا كيجيو اقتصادي 100%. بيضه وحده كتخرج لنا كميه كبيره من هاد لي بانكيكات الصغيورين لوليداتكم. انا دائما كنجيب معكم الاقتصادي والسهل واللي يكون في متناول الجميع. الحوايج اللي عندكم في الدار هما اللي كنقضوا بهم، ساهلين احسن ديال الحانوت 100%. كيجيو خفافين وهشاش تبارك الله، ها هو هي النتيجه. بغيتكم البنات تشاركوهم معايا، وصحه وبالصحه والراحه.